يعني هناك وصيتين لسماحة تأكيدين لسماحة السيد القائد يحفظه الله، أنه أولا وبالذات نحن يجب أن ندعو إلى التحشيد وإلى حضور أكبر عدد ممكن من الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع. فهذه لها في الحقيقة رسالتين توجهان للأصدقاء وللأعداء. إذا أنا ما يهمني كما قال سماحته، ما يهمني هو بالدرجة الأولى هو الحضور الكثيف، إنه يثبت إنه الشعب الإيراني ما زال يثق بسلامة هذه الانتخابات، يثق باستمرارية ومسار هذه الثورة الإسلامية بالرغم من بعض التعثرات، وكذلك يثق بالقيادة الحكيمة لسماحة الإمام الخامنئي وبطانته. نعم هذا على المستوى الطلب الأول. الطلب الثاني تأكيد سماحته على أن يكون في الحقيقة هناك رئيس جمهورية من بين المصلحين الأصلح فيما بينهم.